يأخذ منتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو باروندو غارسيا مواجهة قوية مع نظيره السويد بربع نهائي بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد. أسعى منتخب اليد إلى أن يحقق إنجازا قويا في لقاء اليوم بدخول المربع الذهبي والتفوق على السويد، مثلما نجح في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعتهما في أولمبياد طوكيو الأخيرة وحصد خلالها المركز الرابع.